هل الوضع الاقتصادي المصري في طريقه للتحسن؟ وهل في مؤشرات بتقول احنا رايحين على فين؟ وايه معنى ان مؤسسات التصنيف الدولية بتؤكد نظرتها الإيجابية المستقبلية لمصر؟ بانكير نبض البنوك. من ساعاته في مراجعة حديثة، وكالة ستاندرد اند بورز جددت نظرتها لمصر وقالت ان المستقبل ايجابي، وابقت على تصنيف الديون عند بي وبي ماينس. لكن ايه اللي بيعنيه الكلام ده لمستقبل الاقتصاد المصري؟ وهل في بصيص امل في ازمة شح العملة وسوق الدولار؟ خلونا نعرف التفاصيل. من فترة قريبة وكالة ستاندرد اند بورز أكدت إن التوقعات الإيجابية لمصر بتعكس تحسن الوضع المالي والاقتصادي، يعني في خطوات بتتعمل علشان نحسن الوضع، وبالذات بعد نظام سعر الصرف الجديد اللي بيدعمه السوق، والكلام ده هيساعد في دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي. والسؤال هنا، ليه ده مهم لينا؟ لما الناتج المحلي بيزيد ده معناه إن الاقتصاد بيكبر، ومع الوقت ده هيخلي الحكومة تقدر توحد الموازنة العامة بشكل أفضل، وكده هنبدأ نشوف استقرار أكبر في السوق. وفي مارس اللي فات الوكالة عدلت من نظرتها لمصر من مستقرة إلى إيجابية بعد ما حصلنا على استثمار ضخم من الإمارات بقيمة 35 مليار دولار، ومن هنا بدأت تتوالى التعهدات والتمويلات الدولية واللي وصلت لأكثر من 50 مليار دولار. طيب إزاي ده هيأثر على أزمة شح العملة وسوق الدولار؟ لما الاستثمارات تتدفق لمصر هيدخل دولارات جديدة للسوق، وبالتالي هيقل الضغط على سعر الدولار، يعني ممكن نبدأ نشوف تحسن في قيمة الجنيه، وده هيكون خبر ممتاز لكل واحد فينا. بس هل التحسن ده هيكون سريع؟ لا طبعا، لازم نكون عارفين إن الوضع مش هيحصل بين يوم وليلة، ورغم النظرة الإيجابية التحديات موجودة، لكن في خطوات حقيقية بتتعمل على الأرض. وبما اننا بنتكلم عن التحديات، هل ممكن نقول ان الامور هتتحسن؟ الاكيد ان في تحسن جاي في الطريق، ولكن لازم نكون مستعدين نواجه اي صعوبات، ومع توجيهات الحكومة والدعم من المستثمرين ممكن نشوف مستقبل افضل. ومن ناحية تانية، الكل عارف ان الاقتصاد المصري بيواجه تحديات متعددة، ولكن بوجود التوجهات الايجابية من وكالات التصنيف الدولية ممكن نكون اكثر تفاؤلا. وفي النهاية تجديد ستاندرد اند بورز نظرتها لمصر على انها ايجابية بيعتبر خطوة كبيرة نحو استعادة الثقة في الاقتصاد، ومع دخول المزيد من الاستثمارات ممكن نبدأ في رؤية تحسن في قيمة الجنيه وسوق الصرف. وخلينا دايما فاكرين إن كل تحدي هو فرصة جديدة للنجاح. تحياتي لحضراتكم وإلى اللقاء. بانكير نبض البنوك.